أبو حنيفة النعمان تعرفوه أحد أئمة الكفر، يعني وحدة من مساوئه إذا كان يسمع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وما عجبه يقول حكوا هذا الحديث بذنب الخنزير. فالإمام الصادق سلام الله عليه قال له: يا أبا حنيفة، أنت الذي تقول سأنزل كما أنزل الله تعالى؟ فقال: أعوذ بالله من هذا القول. فقال: إذا سئلت فما تصنع؟ فقال: أجيب عن القرآن والسنة والاجتهاد. وكلمة الاجتهاد أكيد سامعين بها ما المجتهدين أصحاب المدارك الأربعة، الكتاب والسنة والعقل والإجماع. فقال الإمام: إذا اجتهدت وجب على المسلمين قبوله؟ قال: نعم. فقال له الإمام: كذلك وجب قبول ما أنزل الله تعالى، فكأنك قلت سأنزل كما أنزل الله تعالى. وانتم بكيفكم بعد توالون اللي يجتهد مثل ما اجتهد أبو حنيفة، أم توالون آل محمد بموالاتكم؟ علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسدا من دنيانا.